واحد بيقول متى تم تأسيس سر الكهنوت؟ هل قبل القيامة عندما قال لبطرس أعطيك مفاتيح ملكوت السموات؟ أم بعد القيامة عندما قال هل غفرتم من غفرتم خطايا غفرتهم؟ أم عندما أرسلهم اثنين اثنين؟ هو في فرق بين تأسيس سر الكهنوت وبين ممارسة سر الكهنوت. ففي المناسبات اللي قال من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم وما حللتموه على الأرض يكون محلولا، وما قيل لبطرس كان كله إشارة إلى ما يحدث فيما بعد، لكن ممارسة سر الكهنوت كممارسة لم تتم إلا من يوم الخمسين.